لم يستطع الهجوم المفاجئ الذي شنه اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس والمدن المحيطة بها الموالية لحكومة الوفاق تحقيق كل أهدافه. ففي الوقت الذي سيطر على مدينة غريان دون قتال، لم يستطع السيطرة على مدينة الزاوية غرب طرابلس، ومنيت قواته بهزيمة دفعت جزءاً من عناصره للانسحاب، والجزء المتبقي لتسليم نفسه للمدافعين عن المدينة، الذين أكدوا أن لا مستقبل لحكم العسكر في ليبيا الجديدة. إننا ندعو كافة الثوار من جميع أنحاء ليبيا إلى الالتحام يد واحدة ضد هذا المشروع الانقلابي ودحره وإلقائه في مزبلة التاريخ كما حدث في من قبله، عهدا منا للشهداء ووفاعا منا للوطن. فلن يقود ليبيا مشروع عسكري، ولن تكون إلا دولة مدنية. لعلها المرة الأولى التي تدخل فيها القوات الموالية لحفتر إلى المنطقة الغربية، حيث يريد حفتر ممارسة مزيد من الضغوط السياسية والعسكرية لإفشال الملتقى الوطني الجامع الذي دعت إليه بعثة الأمم المتحدة في مدينة غدامس جنوب ليبيا. من جانبها تقول حكومة الوفاق إن الحل العسكري لم يعد ينفع، حيث الأمور يجب ترتيبها لإيجاد حل سلمي للصراع الدائر، لكنها لم تتردد في إعلان النفير العام. وفي مقابل اسم معركة تحرير طرابلس، أطلقت اسم عملية وادي الدوم 2 في إعادة للأذهان ما حدث سابقا من أسر حفتر أمام القوات التشادية عام 1987، ليعاد ذات السيناريو بأسر مقاتليه عند محاولة اقتحام مدينة الزاوية. ويبقى التدخل الدولي والدعم المستمر لحفتر من العديد من الدول الإقليمية هو الأساس في حالة عدم الاستقرار الليبية. فعلى الرغم من وجود أمين عام الأمم المتحدة في طرابلس ساعة الهجوم، إلا أن حفتر أصر على التقدم رغم الشجب الدولي في تكرار لسيناريو ما حصل سابقا في بنغازي، حيث لم يتوقف. لكن تلك الدول لا يهمها على ما يبدو من يسيطر إذا كان قادرا على حفظ مصالحها، ولو على حساب اندلاع حرب أهلية في ليبيا. وثمة من يقول إن حفتر أثبت طاعته لتلك الدول عندما حافظ على مواقع النفط في الجنوب ومنطقة الهلال النفطي.